السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعض كيك بكريمة لذيذة جدا إن شاء الله تجربوه، وجينواز أو كيكة إسفنجية ناجحة 100%. غادي نفتح معكم هنايا باش تشوفوا كيفاش داير من الداخل. بالنسبة للكريمة فطعمها لذيذ جدا، أكيد إلا جربتوها غادي تنال إعجابكم. ها هي كيفاش كيجينا من الداخل، نحاول هنايا نوريكم. عفوا، الطعم ديال الكريمه لذيذ، جينواز او كيكه اسفنجيه ناجحه 100%. اللي خدينا القياسات ديالها بالملاعق ناجحه، فقط تبعوا المراحل. وهنايا اختاريت انني نكتب فيها سنه سعيده 1968 للامازيغ، سنة سعيدة إن شاء الله الأمازيغ المغرب وكل أمازيغ العالم. إلى عجبتكم الوصفة ما تبخلوش عليا بآرائكم انتقاداتكم وتعليقاتكم، وإلا كانت هذه أول زيارة لكم في القناة فنرجو الاشتراك مع الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. نخليكم مع مراحل التحضير ونتمنى تابعوا معي الفيديو للآخر. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجوا قبصة ملح، 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، 6 ملاعق من السكر، 6 ملاعق كبيرة من الدقيق. غادي نوريكم ملاعق كبيرة بهذا الشكل، يعني ممتلئة بهذا الشكل كما شفتوا معايا. بالنسبة للغرامات ما يعادل 120 غرام دقيق و 120 غرام من السكر. انا عطيت القياسات بالملاعق للناس اللي ما كيتوفرش عندهم الميزان في المطبخ. ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات بيكنج باودر، كيس سكر بنكهة الفانيلا من وزن 7.5 غرامات، وكيس من الكاكاو من وزن 7 غرام او كيسين. انا هنا بغيت ان الكيكة يكون لون ديالها بني، لذلك غادي نستعمل كيس واحد. الا بغيتوا اللون ديالها يكون اسود فغادي تستعملوا كيسين وتنقصوا نفس الكميه اللي غادي تضيفوا تنقصوها من الدقيق. ندوزوا على بركه الله لمراحل التحضير. هنايا على بركه الله غادي ناخذ صفيحه الفرن كما شفتوا معايا، وغادي نوضع هنايا ورق الزبده، وغادي نوضع اطار. بالنسبه للاطار فهو بقياس 20 سنتيمتر على 20. ممكن ايضا تستعملوا القالب العادي او قالب دائري، فطبعا كيبقى حسب الرغبه. انا استعملت هذا الاطار. طبعا الا استعملتوا قالب اللي غيكون كبير غادي تحصلوا على كيك اللي هو اقل ارتفاع من هذا الكيك. ندوزوا على بركه الله الان لتحضير الكيك. بسم الله على بركه الله. في اناء كنوضعوا قبصه ملح، وغادي نضيفوا البيض. بسم الله. من بعد غادي نضيفوا هنايا السكر، والسكر بنكهه الفانيلا. في اناء اخر كناخذوا الدقيق كنغربلوه، نضيفوا عليه كي ملعقه صغيره من خميره الحلويات البيكنج باودر، وغادي نضيفوا الكاكاو، كيس او كيسين من الكاكاو الا حبيتو يكون اسود. غادي نخلطوا هاد المكونات مع بعض جيدا. نتمنى تجربوا هاد الكيك فهو ناجح 100%، فقط باتباع كل الخطوات والمراحل الضروريه. بسم الله على بركه الله. كنرجعوا البيض ديالنا، غادي نخفقوه مع السكر حتى كيضاعف الحجم ديالو 3 اضعاف وكيولي اللون ابيض. حاجه ضروريه ومهمه جدا، الا لاحظتوا انه ما بغاش يخفق لكم فكنديروا واحد الاناء اخر في الاسفل اللي كيكون فيه ماء مغلي، وكنخفقوه على داك الماء المغلي. طبعا كنحيدوه من فوق النار باش ما يطيبش لينا البيض، هكذا كيساعد على ان البيض يرتفع الحجم ديالو بسرعه. لكن الا كنتوا واضعينه خارج الثلاجه فغادي يرتفع بدون استعمال حمام مائي. بسم الله. كنستمروا في الخفق حتى كيولي اللون ديال الخليط بهذا الشكل، وحتى القوام ديالو كيولي خليط ثقيل كما شفتوا معايا. من بعد غادي نزولوا الدراب الكهربائي، وغادي نخلطوا فقط بملعقه خشبيه او لا لاسباتول. كنخلطوا من الاسفل للاعلى بهذا الشكل، ما نخلطوش بسرعه. اذا كنضيف الدقيق على دفعات، الدقيق والخميره والكاكاو. بسم الله. الان كناخذوا الخليط ديالنا كنوضعوه في الصفيحه، كنوزعوا الخليط على القالب بهذا الشكل، نحاولوا نضغطوا عليه شويه هكا باش ما كيبقاش لينا فراغات في داخل الكيك. من بعد غادي ندخلوا الكيك للفرن. بالنسبه للحراره غادي نوضعوها في الاول من الاسفل حتى كينتفخ لينا ويتحمر من الاسفل والجوانب. من بعد كنوضعوا الحراره من الفوق باش يتحمر كذلك من الفوق. درجة الحرارة غادي نستعمل 180، بالنسبة للمدة فتقريبا من 40 إلى 45 دقيقة، وطبعا كيبقى حسب نوع الفرن.
على بركه الله. الان غادي نمروا لتحضير الكريمه، لا كريم باتيسيير او كريمه الكاسترد، اللي غادي نحتاجوا فيها نصف لتر من الحليب، 3 ملاعق او 4 ملاعق كبيره من السكر، وثلاثة ملاعق من بودرة الكاسترد، 3 ملاعق ممتلئة جيدا. بودرة الكاسترد او لا كريم باتيسيير اللي كنستعملوا في الميلفوي. ندوزو على بركة الله لمراحل التحضير. بسم الله على بركة الله. في كاسرول كنوضعوا الحليب، غادي نضيف ليها السكر وثلاثة ملاعق كبيرة من الكاسترد او لا كريم باتيسيير. بسم الله، كنخلطوا المكونات خارج النار، من بعد كنوضعوها فوق النار مع الاستمرار في التحريك باش ما يلتصقش لنا الخليط بقاع الاناء، حتى كتكون عندنا كريمة متماسكة. على بركة الله كما كتشوفوا معايا، ملي كيولي عندنا الخليط بهذا الشكل، يعني خليط ثقيل مثل الكريمة، غادي نضيف ليه مقدار ملعقة صغيرة من الزبدة باش كيولي عندنا واحد الخليط أملس كما شفتوا معايا هكا تقريبا. وغادي ندوبوها ونمزجوها مع لاكريم ديالنا، وكناخدو إناء آخر بسم الله يكون كبير بعد الشيء، وكنوضعو فيه الكريمة ديالنا. من بعد كنجيبو البلاستيك الغذائي وكنوضعوه على السطح ديال الكريمة، ضروري ان البلاستيك يلامس لينا سطح الكريمه باش ما كتكونش عندنا قشره. من بعد غادي نخليوه حتى كيولي دافئ وندخلوه للثلاجه حتى كيبرد تماما، وكنحصلوا على كريمه متماسكه. بالنسبه للسيرو غادي نحتاجو كاس من الماء، نصف كاس من السكر، وكيس واحد من السكر بنكهه الفانيلا. كنوضعو الكل فوق النار مع التحريك حتى كيغلي لينا الخليط. بعد الغليان غادي نخليوه 5 دقائق وغادي يكون السيرو جاهز. ها هو الكيك بعد ما خرجناه من الفرن. الان على بركة الله غادي نمروا سكين رقيق على الجوانب وغادي نزولوه من الاطار بهذا الشكل. بسم الله على بركة الله. الان غادي نقطعوا الكيك الى 3 كما شفتوا معايا، هذا هو الارتفاع ديالو. بسم الله، هذه القشره اللي موجوده في الاعلى ممكن تزولوها او ممكن تخليوها، كيبقى لكم الاختيار. كما شفتوا في الكيكه كتجينا جدا خفيفه وناجحة 100%، فقط تبعوا المراحل والنصائح. من بعد على بركة الله غادي نقطعوه، كنحاولوا نوضعوا اليد ديالنا في الاعلى. كما قلت لكم هذه الجلده موجوده في الاعلى فممكن تزولوها لانها تلتصق بعد الشيء. اذا بسم الله غادي نزولوا القشره الموجوده في الاعلى بهذا الشكل، كتزول لينا بكل سهوله. من بعد على بركة الله غادي نحتاجو 200 ملي من الحليب، يعني ربع لتر ناقص نصف كأس عنبة تقريبا 200 ملي. الحليب اللي كنت وضعه في المجمد إلا لاحظتو هنايا فغتلاحظو وجود قطع من الحليب المثلج. وهنا غادي نستعمل علبة من لاموس كما شفتو معايا، غنستعمل هادي نكهة الفانيلا. كذلك غادي نحتاجو العلبة من لاكخيم شونتيي، أنا هنا غادي نستعمل هاد لاموس بنكهة الفانيلا اللي كتستعمل كذلك مع ربع لتر من الحليب، لكن غنستعملوها مع 200 ملي باش تجينا جدا متماسكة. نفس الشيء فوضعتها في المجمد. بالنسبة لوزن العلبة فهو 110 غرام، ممكن تعوضوها بلا كريم شانتي. ندوزو على بركة الله للتحضير. بسم الله على بركة الله. في إناء كنوضعو الحليب وغادي نوضعو هاد اللاموس كما سبق لي ذكرت لكم، لأنه في بعض الدول العربية ما كيتوفرش فيها لاموس، ممكن تستعملو الكريم شانتي. بسم الله، غادي نخفقو بأعلى سرعة، كتكون عندنا كريمة متماسكة جدا جدا. بسم الله، كما شفتوا معايا ها هي الكريمة متماسكة جدا. كما شفتوا ضروري نخفقوها حتى كتولي متماسكة بهذا الشكل، تقريبا مدة الخفق من 7 إلى 10 دقائق. واهم شيء هو ان الحليب يكون مثلج. بالنسبه لطعم هذه الكريمه فطعمها لذيذ جدا، هذه اول مره غادي نستعملها، الطعم ديالها صراحه طعم مميز. من بعد ما تماسك لينا لا كريم باتيسيير او كريمه الكاسترد بهذا الشكل، غادي نضغطوا عليه جيدا جيدا حتى كتولي عندنا كريمه. اذا من بعد ما خلطنا هذا جيدا بالملعقه ممكن تستعملوا الخلاط. من بعد غادي نبداو باضافه الكريمه الاخرى لاموس اللي المذاق ديالها
رائع ومميز. وغادي نبداو نخلطو. غادي نوضع في الاول في هذا الاناء الصغير، من بعد غادي نحولها في اناء اكبر. اذا غنحاولوا اننا ندمجوا بيناتهم، نحركوا بهذا الشكل باش نحافظوا على الكريمه او لاموس. نوضعوا كميه اخرى وكنستمروا في اضافه كميه بكميه. من بعد غادي نحولوا لصحن اكبر. ضروري نحترموا طريقه التحريك باش تبقى عندنا كريمه متماسكه. من بعد بسم الله غادي نبداو في الكيك ديالنا. كما شفتوا كيفاش كيجينا كيك جد اسفنجي، ها هو كما شفتوا معايا كيك اسفنجي. غادي نزولو، غادي نسقيو جيدا. من بعد ما وزعنا الكريمه على السطح نوضعوا الطبقه الاخرى الثانيه بنفس الطريقه. غادي نسقيوها جيدا كما قلت لكم، نحاولوا ما نخليوش تكتلات في لاكريم باتيسير باش تجينا كريمه جيده. نسقيو جيدا لان الكيك ما كيحتويش على سوائل زيت باش ما يجيناش جاف او لا ناشف. وكنوضعوا الطبقه الثالثه والاخيره. كما شفتوا معايا زولت ليها القشره، نحاولوا نقادوا الجوانب نسقيوها كذلك جيدا بسم الله. كذلك غادي نغلفوا السطح والجوانب. على بركة الله كما كتشوفوا معايا هنايا، من بعد ما غلفناه من الجوانب ومن الاعلى، هنايا خديت الشوكولاتة اللي حكيتها في الحكاكة الجهة الرقيقة. شوكولاتة بدرجة حرارة المطبخ ما نكونوش واضعينها من قبل في الثلاجة باش تحك لينا بسرعة. بسم الله الان غادي ناخذ الكيك ديالنا وغادي نوضعها على الجوانب بسم الله بهذا الشكل. نحاولوا نزولوا البقايا. ممكن ايضا توضعوا شوكولا فيغميسيل يعني حسب المتوفر. بسم الله الكريمه المتبقيه وضعتها في جيب حلواني بسم الله. غادي نوضعها على الجوانب. من بعد خديت الكريمه وضعتها في ابره اللي كنخصصها فقط للتزيين في المطبخ بالشوكولاته او ما الى ذلك، وغادي نرسم بها هاد العلامه. ممكن ترسموا اي رسمه اللي حبيتوا بسم الله. اذا بهذا الشكل. ممكن ايضا تستعملوا ورق الزبده يعني حسب المتوفر بسم الله. من بعد خديت ورق الزبده اللي شكلته بهذا الشكل وضعت وسطو الشوكولاته الدائبه. غادي ناخذ المقص وغادي نقطعوا الطرف على حساب السمك اللي حبيتو، وغادي نكتب فيه هنايا كما شفتوا هنايا وضعت هاد العلامه. مهم نتوما غتكتبوا اللي حبيتو. وهنايا كذلك غادي نوضع الشوكولاته الدائبه. من بعد هنايا خديت الملمع الحلويات او الناطاش اللي قمت بتسخينه في حمام مائي حتى كيولي عندنا سائل بهذا الشكل. هذه الخطوه طبعا كتبقى اختياريه، انا اختاريت انني نشارك معكم كل خطوات زين. اذا وضعت كميه من الناطاج او ملمع الحلويات هنايا، غادي نضيف ليه كميه من الملون الاحمر. من بعد على بركه الله غادي ناخذ ابره اللي غادي نوضع فيها هذا ملمع الحلويات الاحمر، وغادي نوضعه هنايا لان هذه اصلا كيكون اللون ديالها احمر. اذا كما شفتوا كيفاش عملت ليها، وضعت نقط من الكريمه فوق الخط اللي وضعته في الاول. من بعد على بركه الله غادي نوضع كذلك ملمع الحلويات هنا او لا الناطاج كما قلت لكم، كيبقى اختياري. غادي نوضعو غادي نحاول نوزعو بالملعقه باش يعطينا هنايا واحد اللمعه للكيك. كما قلت لكم فممكن تكتبوا اي شيء، عيد ميلاد سعيد او سنه سعيده او على حسب المناسبه اللي متوفره عندكم. نتمنى تجربوها لان فعلا الكريمه كتجي كريمه لذيذه. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنوزعوا على كل الكيك. اذا متابعينا
هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، كيجي رائع في المذاق، سهل في التحضير. كما شفتوا شاركت معكم كل الخطوات. الى عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا ارائكم انتقاداتكم وتعليقاتكم. ها هي كيفاش كتجينا من الداخل، الطعم ديالها كيجي طعم رهيب، يعني كريمه رائعه. ما بقى لي الا نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.